جاي جمال السلامي مدرب شاب، هذا المنتخب الوطني كاس افريقيا المحلي في النهائي، لكن هذه المره مع الرجاء بثوب جديد، بطوله غابت عنا منذ سنه 2013. مع السلامي حققنا الاهم والمبتغى، وصلنا نهائي كاس محمد السادس ان شاء الله رجاويا. محمد السادس انذاك الكل ينتظر هذه الكاس بشوق وارتياح، لكن مع جمال السلامي في ديربي 2005-2006 عندما سجل مايكا والعلودي كنا متأخرين 1-0، عاد السلامي البعيد وفاز في الديربي 2-1، ريمونتادا الكامباك الخيالي في كاس محمد السادس الابطال بعد 4-1 في ربع سنة الأخيرة، الكل كان الرجاء باي باي في الاوت، لكن السلامي بالريمونتادا العالية عاد من بعيد وعادت الرجاء 4-4. جمال السلامي يقول لك مرحبا بك جمال، الله يخلي ايامك جميلة يا جمال، وان شاء الله هذه المرة نفوز بالديربي. جمال السلامي يبقى اسم صنع الرجاء، عاد من بعيد وفاز معنا بالبطولة والنهائي، وصلنا نصف نهائي تشامبيونز ليج الذي غبنا عليه سنوات، لا ننسى مردود ولا ننسى عطاء جمال السلامي. مردود طيب، ان شاء الله ربي معك يا جمال.